ده انت جايبها منين بقى؟ جبتها منين؟ من على الكوبري دلوقتي؟ بص يا جدعان عارف تروح هناك عند الكوبري. انت جايب العباسية؟ يا ميري؟ ميري اصلا. ده ميري دلوقتي قلت له احنا متجمعين في مسجد الفتحة وبنحضر للمسيرة ان شاء الله باذن الله وهنتجه دلوقتي او في حدود الساعة 5:30 للعباسية ان شاء الله. هو التسعة اللي ماتوا ماتوا النهاردة ولا ماتوا امبارح؟ مش تسعة يا اخي، العدد جه من المستشفى الميداني ان 25 او 30. 25 او 30 وتم ذبح اثنين في مترو الانفاق سلفيين مرتاحين وواحد عند مسجد النور عشان مرتاح. اي حد ودخلوا عند مستشفى دار الشفاء خدوا مصابين من هناك.